وعودة إلى أزمة سقف الدين الأمريكي وتداعياتها، للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. بعد التحية دكتور، يعني كيف قرأت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية حول سقف الدين الأمريكي؟ الحقيقة لازم نعرف حاجة مهمة، أن الدين الأمريكي مش من النهاردة. الولايات المتحدة رغم أنها أغنى دولة في العالم والمفروض انها بتقود العالم واكبر دوله صناعيه، لكن عندهم مبدا الحقيقه غريب وهو فاينانسنج باي ديت، يعني التمويل بالعجز. قد لا نتخيل ان هذه المدرسه الفكريه موجوده في الولايات المتحده، لكن لو تفتكري يعني انا هقول بعض التواريخ اللي الساده المشاهدين يفتكروها، مش عايز ارجع للحرب العالميه الثانيه، لكن منذ اوباما وجورج بوش الاب والابن وتمويل الحروب وتمويل التسلح الامريكي والموازنه الامريكيه، كل ده كان بيتم تمويله من خلال عجز في الموازنه، فالعجز الموازنه الامريكيه لدرجه حتى ان الصين هي اكبر دوله مدينه للولايات المتحده. الصين هي اكبر دوله مدينه للولايات المتحده عن طريق شراء ذور خزانه. فالسياسه الامريكيه سواء كانت الجمهوريين او الريببليكانز او الديمقراطيين للاسف كانوا بيمولوا وما زالوا بالمناسبه بيمولوا كل سياساتهم الخارجيه وكل سياساتهم التوسعيه الخاطئه طبعا، والانفاق على كل هذه الحروب، تمويل حرب اوكرانيا وصلنا ل 250 مليار دولار. بنتكلم في كل ترانشز بيتقدمها البيت الابيض او الاداره الامريكيه لاوكرانيا ب 30 مليار و40 مليار و50 مليار. يعني وصلت لارقام فلكيه. فالولايات المتحده للاسف، ولذلك لما تفتكري ان اوباما كير، لما جه الرئيس اوباما في الانتخابات مع جورج بوش كسب، لان الولايات المتحده واجهت ازمه اقتصاديه ماليه ادت الى انهيار ليمان براذرز والبنوك الامريكيه، وكان فرق الاصوات ضعيف جدا بين اوباما وجورج بوش الابن، ورجحت اصوات الامريكيين اوباما نتيجه فشل جورج بوش والاداره الامريكيه في تحجيم الدين العام، بل طلب كمان جورج بوش الابن كان طلب من الكونجرس 750 مليار دولار عشان يمول الازمه الاقتصاديه. فالولايات المتحده للاسف وهو ما لا يعرفه كثيرين او غير واضح لدى الكثيرون، ان انها بتمول سياساتها الخارجيه والتوسعيه من خلال الاستدانه ومن خلال العجز. وبعدين يعني هي مش خسرانه شيء لانها هي اللي بتطبع الدولارات. ففي لعبه الحقيقه لا يعرفها الكثيرون، ان الولايات المتحده لانها مالكه الدولارات ومن يطبع الدولار هو في واشنطن، فهي لا تستحي من تمويل سياساتها بالعجز ثم طبع دولارات على مستوى العالم، لان هي صاحبه كم الدولار. وطبعا حد هيقول طب فين مخزون الذهب وفين كان زمان كنا بناخد في كتب الاقتصاد ان حجم العمله وحجم النقد يكون ليه مخزون ذهب. طبعا هذا الكلام من الماضي. الامور اتغيرت، الولايات المتحده اصبحت تقود بشكل مختلف، بشكل مش عايز اقول عشوائي، لا طبعا مش عشوائي، لكن بشكل شرس بدون التزام بكثير من القواعد والسياسات لا الاقتصاديه ولا السياسيه ولا حتى الاخلاقيه. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق.